تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، تم تدشين سفينة الأبرار طنب الكبرى من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والتابعة للقوات البحرية دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتبر هذه القطعة البحرية استكمالاً لخطة تطوير القدرات في القوات البحرية، حيث أنها تكلف بواجب إسناد القوات والدعم اللوجستي وإسناد السلطات المحلية والاستجابة إلى الكوارث الطبيعية. وتمتلك طنب الكبرى قدرات دفاعية نوعية، حيث توفر لها الحماية ضد الأهداف السطحية، وكذلك يتوفر لديها المستشعرات البصرية لمراقبة المسرح البحري والإبلاغ عن أي تهديدات محتملة، كما ويوفر مهبط الطائرات بعداً آخراً من إسناد العمليات البحرية. والجدير بالذكر بأن هذه السفينة قد تم تصنيعها وتطويرها وتسليحها في شركة الفتان لصناعة السفن، وهي فخر للصناعات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.